سنة وسالفة، دراما اجتماعية من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع إذاعة الفجيرة. سنة وسالفة. تأليف إيمان إمام، تدقيق لغوي خلود النقبي، تنسيق وإشراف شيخ الشرع، الهندسة والمؤثرات الصوتية أسامة إسماعيل، فكرة وإخراج محمد مكي، الإشراف العام علي عبيد لحفيتي. هاي بنات، هاو ار يو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوري، شو أخباركم؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا. ريلي؟ انزين الحمد لله، فيري نايس. دوكم الرمسة انتو، وش ليش في هالرمسة؟ هاو ار يوز وثانك يوز وريلي ويدي، رمسي زين اقول ليش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماي جاد، واتس رونج وذ يو سعيدة؟ وش فيها رمستي ان شاء الله؟ رمسج رونج، ما عيبتني مولية، بس ما عليه، ابلا ايمان جايه الحين بتعرف ليش دواش ما شي عندها رونج وبونج، بتعدل هالرمسه المنقعه. عندنا ابلا ايمان لغه عربيه، اي دونت لايك ات، صرف ونحو نصوص. هي صرف ونحو ما عيبنش يعني؟ فيري ديفيكولت، مو المجوي. هي علينا عربي، لغتش الأصلية لغة أهلش ودينش. ما ماي جاد، قولي يا ربي. والله العظيم ما حد قهرني في هالصف إلا هاي اللي مخلي عمرها وانها إنجليزية، ما مخلف عليش يا الله. منشوف شو بتسوي في الحصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم عزيزاتي سوف نتعرف على جمال لغتنا العربية وأهميتها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أحب اللغة العربية لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. معلمة بليز. نعم يا سهيلة، تفضلي واسألي، ولكن احرصي على التحدث باللغة العربية رجاء يا ابنتي. نعم معلمة. I'm sorry، أعتذر، لكن اللغة العربية صعبة. نعم يا سهيلة، من الجائز أن تكون صعبة في تعلمها على غير العربي، ولكن من حسن حظنا أننا عرب ونقرأ بها القرآن، فمن أعزها أعز كتاب الله، ومن أعز كتاب الله أعزه الله، أليس كذلك؟ Hey, I understand now، أقصد فهمت. حسنا يا سهيلة، ولو لم نتكلم نحن العرب بلغة عربية سليمة، فمن يتكلم إذن؟ معلمة، لا يجب أبداً أن نتخلى عن لغتنا العربية، ونحرص على التحدث بها دائماً وأبداً، حتى لا تهلك وتضيع في زمن التكنولوجيا. طبعاً يا خولة، بارك الله فيك، ولكن اطمئني، فلغتنا العربية من أقدم لغات الأرض، فتاريخها 8000 عام، وهي من أغنى لغات العالم في مفرداتها ومعانيها، ولن تدور عليها الدوائر، فقد أعزها الله سبحانه وتعالى، فهي باقية إلى يوم القيامة. يقول الله في سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. صدق الله العظيم. معلمة، ذات مرة ذهب رجل إلى سباوي، ففتح له ابنه الباب، فسأله الرجل: أباك أبيك أبوك موجود؟ فأجاب له الولد: لا ليلو. نعم، وعندما ذهب أيضا أعجمي يتكلم اللغة العربية بثقة إلى بيت أعرابي، وطرق بابه، فخرجت له ابنته الصغيرة ذات 5 سنوات، قال لها: أريد أن أقابل أباك. فقالت له: أبي خرج إلى الفيافي، فإذا فاء الفيء أفى. نعم، أي أبي خرج إلى الصحراء، فإذا نزل الظل جاء. نعم بالضبط، وأيضا ما بين الفتحة والكسرة يتحول المعنى من السماء إلى الأرض. فمثلا يا بنات، عندما نقول أو ندعي لأحد بالشفاء، نسأل الله أن يشفيك، ولا نقل نسأل الله أن يشفيك. يشفيك هنا من الشفاء، بينما يشفيك من الهلاك.
معلمة، لهالدرجة يتغير المعنى؟ أول مرة أعرف. نعم يا سهيلة، لغتنا جميلة وثرية، ومناهجنا ودولتنا تهتم بها، ولذلك خصص للغة العربية يوما يسمى اليوم العالمي للغة العربية، وجمعية حماية اللغة العربية، ولها مؤتمر عالمي سنوي يعقد في دولتنا، وهي لغة التواصل بيننا نحن كعرب على اختلاف لهجاتنا وثقافاتنا. لم أكن أعرف أن لغتنا العربية عظيمة لهذه الدرجة، سوف أحرص على التحدث بها دوما. بارك الله فيك يا سهيلة. سنة وسالفة. شارك في هذه الحلقة مريم البلوشي، فاطمة المهيري، ريم المهيري، خلود النقبي.